أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على القدس العربي ملاسنة دبلوماسية بين السفيرة الأمريكية في الكويت والسفارة الصينية حول هواوي. الاندبندنت عربية، إجمالي الإصابات يقترب من حاجز 300,000 في إيران. على العربي 21 عقوبات أمريكية جديدة تطال نجل الأسد وفرقا في الجيش. العربي الجديد، ترامب يأمر بتمديد سياسات الطوارئ الخاصة بلبنان عاما آخر. على العرب اللندنية، بدء مناسك الحج في ظل حرص سعودي على تجنب وباء كورونا. الصباح، رفض نيابي لتجديد رخص شركات الهواتف النقالة. المدى، الهدوء يعود إلى التحرير بعد ليلتين ساخنتين ومحافظات الوسط والجنوب تشتعل. بشأن الأسس الفلسفية للديمقراطية التوافقية نبدأ حيث أمير الشبلي وكتب. يقول الكاتب أمير الشبلي: إن الوسائل التي قدمها العالم لإبهارات العالم والإبهارات التي تعتمد عليها الديمقراطية التوافقية ربما قد تكون هي ذات الوسائل التي تعتمدها الديمقراطية للأغلبية من خلال اعتمادها أسلوب اللامركزية السياسية التي تتيح للأقليات مساحة محددة من النشاط السياسي والقانوني والإداري داخل الإقليم، واعتمدها أسلوب النسبية في تمثيل المكونات، ولكن بعيدا عن القياس العرقي والديني والإثني، فضلا عن حق الاعتراض أو الفيتو. تخضع المشكلات السياسية الموجودة في مجتمع ما إلى نوع من التسويات السياسية، خصوصا في المجتمعات المنقسمة ثقافيا وعرقيا، وهذه التسويات تكون وفق ترتيبات معينة لتضمن درجة من القبول المجتمعي. ولذلك فقد جاءت الديمقراطية التوافقية كواحدة من الحلول أو التسويات المؤقتة في بعض المجتمعات الأوروبية التي كانت تعاني من اختلالات اجتماعية وعدم اندماج مجتمعي، وكما هي تمثل تطور للديمقراطية بشكل عام، إذ ارتبط هذا النمط من التسويات الحديثة بالعالم أرهانت بليبهارت الذي عدها استراتيجية في إدارة النزاعات من خلال التعاون والوفاق بين مختلف النخب بدلا من التنافس واتخاذ القرار بالأكثرية، فيما عبر عنها روبرت دال على أنها عملية توزيع السلطة السياسية على العديد من مراكز القرار ونخبها، وتكون السياسة في غالب الأحيان موضوع مساومات ونقاشات متعددة تهدف للوصول إلى اجتماع معين أو إلى اتفاق بين مختلف الأجزاء المكونة للمجتمع. إذن تعبر الديمقراطية التوافقية على نمط حكم قائم على أساس التوافق بين الشركاء السياسيين، يرتكز على قاعدة التشاور أو المساومة للوصول إلى حلول مرضية تجاه سياسة عامة معينة. ويبدو أن أرنت ليبهارت انطلق من أساسين فلسفيين هما الاشتراك بدلا عن الإقصاء، والتجانس والانسجام بدلا عن التنافر والتجزئة. ويضيف الشبلي: يمكن أن تكون الديمقراطية التوافقية آلية أو وسيلة مؤقتة لتحقيق الاندماج المجتمعي من خلال الاتفاق على تسويات جديدة تسهم بشكل أو بآخر في ردم أزمة الثقة، ولكن التوافقية لا تصلح أن تكون هدفا سياسيا لأن استمرارها خصوصا في المجتمعات الشرقية قد يعطل مفاصل الدولة، وهذا ما نلمسه في النظام السياسي العراقي. على العرب اللندنية نتابع، حيث كتب إبراهيم الزبيدي: إن الحكومات في الغرب الديمقراطي العلماني تعلم أكثر من غيرها أن الجماعات المسلحة، كل هذه الجماعات مهما اختلفت أسماؤها وأشكالها وألوانها، خطر مدمر لا على مجتمعاتنا الآمنة بل
على الإنسانية جمعا، وعدو مبين للديمقراطية والعدل والسلام. فلا يعقل أن تكون الدول العظمى وبالأخص تلك التي دوخت الدنيا بحديثها الطويل عن محاربة الإرهاب لا تعرف من يمول الإرهابيين ومن يسلحهم ومن يؤويهم ويتستر على قادتهم ومجنديهم القتلة المجانين. لا يعقل أن تكون الدول العظمى التي دوخت الدنيا بحديثها الطويل عن محاربة الإرهاب لا تعرف من يمول الإرهابيين ومن يسلحهم ومن يؤويهم ويتستر على قادتهم ومجنديهم القتلة المجانين. منذ القدم كان الشغل الشاغل للخيرين من المفكرين والفلاسفة والأنبياء ودعاة اللاعنف أن يغسلوا أدمغة البشر من الأنانية والظلم والجهل وجنون التملك، وأن يمنعوا استعباد القوي للضعيف والغني للفقير والرجل للمرأة والكبير للصغير. وقد تراكمت على مر العصور والأزمان أكداس من النظريات والفلسفات والمدارس الفكرية والأديان الرائدة الهادفة إلى نصرة الخير على الشر في الطبيعة البشرية، وتألق مفكرون ومصلحون وفلاسفة وأنبياء خالدون، صلب بعضهم وقطعت أرجل بعض آخر منهم وأيديهم من خلاف، ومات بعض آخر في غياهب السجون، واختار منهم كثيرون المنافي النائية القاحلة هاربين من ظلم شعوبهم التي نذروا أنفسهم لإيقاظها وإنصافها. بالمقابل ومنذ القدم أيضاً قام ضدهم حركات وتجمعات وتحالفات ونظريات وفلسفات وأفكار معادية لكل من يدعو لمنح الإنسان حريته، ولكل من يحثه على رفض العبودية والاستسلام لأصحاب السلطة والثروة والسلاح. وكما التف حول دعاة الخير والعدل والسلام خلق كثير، فقد تجمهر خلق آخر حول دعاة الشر والظلم وتجار الحروب. ويضيف الزبيدي: نعم، لقد غضب كثيرون في أمريكا وأوروبا على القتل الدائري في دولنا العربية والإسلامية منذ نصف قرن من الزمان، وهتفوا ضد الإرهاب والإرهابيين، ولكن أحدا منهم لم يفعل شيئا حقيقيا لمنع إبادة قرية آمنة فقيرة ببرميل متفجر أو مفخخة أو صاروخ في سوريا وليبيا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن، حتى وهم يعرفون الفاعل جيدا ويعرفون أصله وفصله ويسمونه دكتاتورا أو إرهابيا نفاقا وزورا وانتهازية. في الصباح: هل تراجع دور المرأة العراقية في المجتمع؟ كتب عبد الواحد مشعل. يقول الكاتب عبد الواحد مشعل: رغم اتساع نطاق الحريات الفردية وتفكك الكثير من العادات والقوالب السلوكية التقليدية التي كانت تحاصر وتعزل وتهمش المرأة، فإن المؤشرات الواقعية تقول إن دور المرأة تراجع اجتماعيا وثقافيا ضمن محيطها المتدهور بعد سلسلة طويلة من الحروب والأزمات وغياب السياقات الثقافية الاجتماعية وتقاليدها التي كانت تضع المرأة إلى جانب الرجل في الوعي الاجتماعي والشعور بمسؤولية المساهمة في التحول الحضاري. نطالع. يكشف لنا تاريخ الحركة النسوية العراقية منذ عشرينات القرن العشرين عن تصاعد دورها الاجتماعي والسياسي ومشاركتها في الاعتصامات الوطنية للمطالبة بحقوقها ومناصرة الفئات الأخرى، كما كان صوتها مرتفعا إبان العهد الملكي، سواء من خلال المشاركة في التظاهرات الشعبية الكثيرة والتي سقط فيها العديد من الشهيدات، منهن ما عرفت ببطلة الجسر سنة 1952 و1000، أو من خلال تدوينها الرسائل الاحتجاجية ضد أوضاع كانت قائمة آنذاك. كما تمكنت المرأة من إصدار العديد من المجلات النسائية، منها ليلى التي كانت تحررها بولينا حسون، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات تعنى بحقوق المرأة، ولعل أبرزها مؤتمر المرأة العربي الثاني الذي عقد في بغداد عام 1932، وهو أول نشاط موسع ومنظم للمرأة العراقية، إذ بذلت ناشطات أدواراً فاعلة في هذا المجال، لعل أبرزهن أسماء الزهاوي
فضلا عن ذلك أسست المرأة العديد من المنظمات النسوية، منها منظمة رابطة نساء العراق سنة 44 و900 و1000، ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة التي أسستها الطليعة التقدمية من النساء، وقد ضمت نساء من مختلف فئات المجتمع العراقي. وبعد عام 1958 كانت الدكتورة نزيهة الدليمي أول وزيرة عراقية تتبوأ مثل هذا المنصب، كما تصاعد نشاط المرأة في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كما أنها حققت مكاسب في البرلمان. لم يعد الجيل الجديد من الذكور والإناث بحسب ما أضاف الكاتب، يعني لم يعد مهتماً بحالة الإبداع الفكري والتفاعل الثقافي أيضاً الذي يسير بالمجتمع نحو التطور والتقدم الاجتماعي، إذ يواجه الجيل الجديد كثيراً من المشكلات المتصلة بتفكك سلطة الأسرة، فلم يعد الأب والأم تلك الوظيفة التربوية في مراقبة سلوك الأبناء وتقويمه، فقد خلقت وسائل الاتصال الحديث عوالم افتراضية بات الفرد منغمسا فيها، فكل فرد له دائرته الخاصة في التعامل مع محيطه افتراضيا، فأضر ذلك بقواعد التربية الأسرية، وخرجت السيطرة من يد الأب والأم إلى درجة كبيرة. انهيار كبير في منطقتنا، توران قشلقجي يقول الكاتب توران: كل حزب أعطى الأمل ووصل إلى السلطة تبين أنه يعشق الكرسي واستخدم ثروات البلاد من أجل مصالحه الخاصة ومصالح أزلام الغرب. كل شخص سواء كان يمينيا أو يساريا أو ليبراليا أو متدينا أو علمانيا غرق وتلطخ بالفساد من خلال السلطة. أصبحت شعوب هذه المنطقة في حالة عصيان جماعي، وبالتزامن مع الانهيار تنجرف المجتمعات نحو هوية عملاقة. وحتى في هذا الوضع المؤلم الجميع يبحث عن مصالحه. تشهد المنطقة التي نعيش فيها انهيارا غير مسبوق في تاريخها منذ عشرات القرون. إننا نواجه دمارا وانهيارا جماعيا، كل شيء ينهار، المنطقة والخرائط والدول والمجتمع والاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع والفلسفة والثقافة والأسر، إلى جانب الانهيارات النفسية. يدور التاريخ في هذه المنطقة وسط حالة روحية يستحيل وصفها، عندما تراقبون مجريات الأحداث الميدانية أو بمجرد إلقاء نظرة على الأخبار يمكنكم مشاهدة هذا الانهيار الجماعي بأبسط الطرق. مدن حولتها الحروب الداخلية والخارجية إلى خراب، وديكتاتوريات وطغمات عسكرية تفتك بشعوبها لحماية عروشها، وآلاف الناس يموتون في القوارب الصغيرة التي تغرق كل شهر تقريبا خلال رحلات الهرب إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. فضلا عن البلدان المنهوبة، لم يشهد العالم العربي في أي فترة من التاريخ مثل هذا الانهيار الجماعي والهائل. فهناك الحروب الداخلية المستمرة في اليمن وليبيا، والاحتجاجات المستمرة ضد الحكومات الغارقة في الفساد لدى الجزائر والسودان، والصمت الكبير الذي يعم سوريا ومصر عقب الاضطرابات والخطوات المتبادلة للبلدان الشقيقة في الخليج لفرض الحصار على بعضها بعضا، والمؤامرات الكبيرة التي تحاك في العراق وفلسطين، والاحتلال المتهور للقدس والجولان، والمآسي التي لا نهاية لها. ويضيف الكاتب توران قشلقجي: لا أحد يفكر في شعبه وبلاده، والذين يزورون الأيديولوجيات عادوا للانتشار في كل مكان، لكن هذه المرة لا يستطيعون خداع الشعوب. أما الشخصيات المثقفة والمفكرة والعالمة التي يتوقع منها أن تقود الشعوب، فإنها تقوم بوظيفة التملق للسياسيين والغربيين. بقي هناك شيء وحيد تعتمد عليه الشعوب: الله. وبما أنه لن يأتي رسول جديد بعد اليوم، فأي مستقبل برأيكم ينتظر هذه المنطقة؟ هل سيخرج آدم جديد من بين هذه الأنقاض؟ والانهيار الجماعي والمأساة؟
بشأن الشركات واستغلال وباء كورونا. يرى مات ليفين في الوقت الذي ربما يعتقد فيه المرء أن عدم ذهاب أحد إلى العمل أمر سيء بالنسبة لشركة تؤجر المكاتب أو بالنسبة لشركة تؤجر المكاتب يوجد جانب إيجابي في الأمر، وهو أنه في حال ذهاب أي موظف إلى المكتب للعمل سيكون هناك طلب على مساحة إدارية تتسم بالمرونة، وهو ما توفره شركة وي ووك، في حين أدى التحول إلى العمل من المنزل إلى تراجع الطلب على المساحات الإدارية. لجأت بعض الشركات إلى وي ووك لتوفير مكاتب قريبة من أماكن إقامة موظفيها. نتابع. ربما أكون قد قضيت وقتا طويلا مثل غيري في السخرية من شركة وي وورك، لذا أعتقد أنني على سبيل التغيير سوف أكون مدافعا عنها. أصدقكم القول إنني لطالما أحببت نموذج العمل، وهذا النموذج يقوم على استئجار المرء مبنى يقسمه إلى مكاتب صغيرة كثيرة ومنصات عمل فردية، وتأجير وحدات لعملاء أسعار أعلى من قيمة إيجار ذلك المبنى. ليس من الجنون أن يعتقد المرء أن هذه الطريقة ستنجح، ونظراً لأن الإقرارات المالية لشركة وورك لم تكن واضحة تماماً، لم يكن ضرباً من الجنون الاعتقاد في نجاح عملها وقدرتها على تحقيق أهدافها في ذلك المجال حين تعتزم ذلك، رغم أنها لم تحقق أرباحاً كبيرة لأنها اختارت استثمار كل أموالها من أجل افتتاح مباني جديدة. وقد كتبت خلال سبتمبر أيلول الماضي في وقت كان أداء عملية الاكتتاب العام الأولي للشركة سيئاً، من الممكن أن تمتلك مجموعة سوفت بنك وصندوق فيجن فاند التابع لها ومستثمرو القطاع الخاص في وي وورك أسهماً في أعمال ذات جودة عالية في ظل اقتصاد وحدات سليم. بالنظر إلى وجود فرصة جذابة في السوق، ربما يودون ضخ مزيد من الأموال حتى تواصل الشركة نموها السريع. ومع ذلك بدأ المستثمرون يشكون في مستوى جودة أعمال الشركة ولا يرغبوا في تمويل عملية نموها، لذلك يمكن لوي وورك التراجع. ويضيف الكاتب: ولنشر طاقم عملها بعيدا عن مكاتبها الرئيسة، كما أخبرت شركات كفيسبوك وجوجل وأمازون موظفيها بأنهم يستطيعون العمل حيث يريدون، قائلة لهم: لدينا كثير من أولئك الموظفين الذين جاءوا إلى المنشآت التابعة لوي وورك لاستخدامها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أسبوعيا في جميع الأحوال بعد أن تحسن وضع وي وورك، وينبغي عليها القيام بعمل اكتتاب عام أولي، فهذا هو ما يحتاجه العالم الآن. بل على وي وورك محاولة عمل اكتتاب عام أولي كل عام، فنحن نستحق ذلك. ننتقل إلى الشرق الأوسط، حيث عنوان إمبراطوريات العمالقة الجدد كتبه عثمان ميرغني. يقول الكاتب عثمان ميرغني: جلسة الكونغرس أمس قد تكون أحدثت إثارة واهتماماً إعلامياً واسعاً، لكنها لا يتوقع منها أن تهز إمبراطوريات العمالقة الجدد في مجال التكنولوجيا والمال والأعمال. فعلى الرغم كل الاتهامات المثارة حول هذه الشركات والشكاوى من ممارساتها ومن نفوذها والقضايا التي رفعت ضد بعضها في موضوع الاحتكار والتهرب الضريبي، إلا أنك من المستبعد أن تقود جلسات الكونغرس إلى أي خطوات درامية ضدها أو أن تستجيب للدعوات بتفكيكها. نتابع. كسب رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في يوم واحد الأسبوع الماضي 13 مليار دولار. نعم، 13 مليار دولار أضيفت لثروته الشخصية في يوم واحد، وبذلك تبلغ أزيد من 180 مليار دولار، ما يجعله يتربع على رأس قائمة أثرى أثرياء العالم بلا منازع، بفارق كبير عن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت
الذي يأتي في المرتبة الثانية بثروة تقدر بنحو 113 مليار دولار. السبب في هذه القفزة الكبيرة في ثروة بيزوس أن قيمة أسهم أمازون زادت 8% في يوم واحد مع الإقبال عليها في ظل التوسع الذي تشهده الشركة وارتفاع معدلات التسوق على منصتها وعبر الإنترنت عموماً خلال أزمة الكورونا. فوفقاً لخدمة بلومبرغ فإن ثروة بيزوس الشخصية زادت بمبلغ 74 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وهو أعلى ارتفاع على الإطلاق في ثروة إنسان خلال فترة وجيزة كهذا. نتيجة لذلك فإن ثروة مؤسس أمازون البالغ من العمر 56 عاماً تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل المجر أو أوكرانيا أو قطر، بل تكاد تعادل الناتج المحلي الإجمالي للبنان والأردن والسودان والبحرين وتونس وموريتانيا مجتمعة. يكفي أن تعلم أن مطلقته ماكنزي سكوت التي حصلت العام الماضي على 4% فقط من أسهم أمازون ضمن صفقة الطلاق أصبحت بفضل النمو المتسارع في قيمة الشركة وأسهمها تملك ثروة تقدر بنحو 62 مليار دولار جعلتها من أثرى نساء العالم. ويضيف الكاتب في هذه الشركات تملك قوة ضاربة لأمريكا في وقت تسعى فيه للحفاظ على هيمنتها ومركزها في وجه منافسة قوية من الصين وتراجع ثقة من كثير من الحلفاء الغربيين خصوصا في أوروبا بقيادة أمريكية، وحتى إذا حاول المشرعون في أمريكا تقنين هذه الشركات العملاقة والحد من نفوذها الاقتصادي والسياسي فإن هذه المحاولات على الأغلب لن تكون ذات عائد كبير، فبعض هذه الشركات بات أقوى من الحكومات. في الأخبار المنوعة أو المقالات المنوعة عثر رعاة حيوان الرنة أو الوعل في بحيرة واقعة شمال سيبيريا على هيكل عظمي محفوظ بعناية يعود إلى ماموث صوفي من أجزاء من جهازه العضلي سليمة، ما استوجب إجراء حفريات لاستخراج بقايا الجسم بغية الاستفادة منه في البحث العلمي. ويعتقد أن الماموث الصوفي انقرض منذ 10,000 عام بفعل التغيرات الوراثية والصيد البشري والاحتباس الحراري التي تعد أسبابا رئيسة لزوال هذه الأصناف، ولكن يعتقد العلماء أن عددا صغيرا من هذه المخلوقات تمكن من النمو في المناخات الجليدية في الأسكا أو في ألاسكا وجزيرة رينجل الروسية على الساحل السيبيري. واكتشف الباحثون حاليا أجزاء من جسم أحد تلك الحيوانات الضخمة مثل نسيجه اللين بما فيه الوتر وهي لا تزال سليمة. واكتشف رعاة الرنة والذين يجوبون المياه الضحلة لبحيرة هذه البحيرة التي اسمها بيشفالافاتو الواقعة في منطقة يامالونينيتس أول الأمر هذه اللقية والتي ضمت جزءا من جمجمة الحيوان وفكه السفلي وعددا من الأضلاع وقطع صغيرة من القدم. وعرضت محطات التلفزة الروسية يوم الجمعة الماضي صورا للعلماء وهم يبحثون عن المزيد من بقايا الحيوان على ضفاف البحيرة. يأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه منطقة شاسعة من شمال آسيا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما أدى إلى إزاحة التراب عن بقايا عدد من أنواع الماموث المتجمدة المحفوظة بعناية. إلى الرسوم الكاريكاتورية.
إلى صدى أقلام جديد، نلقاكم في أمان الله.